عليكم بناتي المغربيات وليداتي المغاربه جميع اللي تيدخل القناه مامون بيبي. رمضان ان شاء الله وقرب، الله يعاونكم على توجاده حريره. تنظن بان غديروا الحريره ديالي ان شاء الله، غادي تنجح لكم. هي ما ديروهاش قاصه، دوك ديروها قاصه، راه واخا تيكون فيها الرز الشعريه الحمص، راه هادشي كله ما تجيش قاصحه، تجي مقاده خفيفه، تجي غزاله، حتى تديري المعلقه هكا تجبدي القاع مع الكياس. تجي غزاله وتجي لذيذه. الله يعاونكم على الغلي ديال المطيشه ان شاء الله، اطلبوا على الله يترخص لكم مطيشه باش ديروها في الحريره. هادشي اللي غنقول. ايوا دابا مالكم ما مشيتوش للقناة الثانية ديالي؟ يا كنتو تتكتبوني باش ندير لكم داكشي ديال لي غوسيط. ايوا ان شاء الله. الحاجة فتيحة، القناة الثانية سميتها حاجة فتيحة أم مامون بيبي. ايوا قليل اللي مشافها وخداها لي غوسيط وهادشي، ولكن اللي تيبغيوك بزاف هما اللي مشاو. ايوا وخصني يكون لكم تمشيو لها وتشوفوا داك الشيء وتاخذوا داك الشيء وتعرفوا داك الشيء. انا ما حال ان شاء الله منين نوجد ان شاء الله غادي نعطيكم دوت غوسيط، غنعطيكم دو غوسيط في هذا في اليوتيوب. بعض الناس قالوا لي بغينا دوت غوسيط، ان شاء الله غادي نوجدهم ونديرهم ان شاء الله يا رب. ودابا غادي نهضروا ان شاء الله على الزواج بنت الجنرال المصوري ميمو اللي حضر لها العرس ديالها محمد السادس، الله يطول له العمر ويبعد الشر اسماء تحبيب عليه وينزل فيها الحق قبل ما تخدمه وتسالي معاه، لا هو ولا عائله ملكيه، الله ينزل فيها الحق، الله ينزل فيها الحق. وطول الله معايا ما يكملهاش ربي في الامنيه ديالها باش قتل محمد السادس ولا العائله الملكيه. طلبوا الله معايا في هذا رمضان، صليوا وطلبوا الله والله يعينكم. ودابا هذه البنت هي اللي غتهضر ورحبتي، راني قلت لها كل شيء اللي غتقول. كم خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، غادي نوصل لكم وجميع اللي تيدخل لقناه مامون بيبي، غادي نوصل لكم المعلومات اللي عطاتها لي الحاجه فاتحه. اولا وقبل كل شيء بغيت نقول لكم اخوتي اشنو العلاقه ديال الحاجه فاتحه مع الجهه ديال الجنرال منصوري. جنرال منصوري مراته هي بنت خالت الحاجه فاتحه، راه من فاس، كبروا أنصامبل. والحاجة فتيحة راه مرات خوها، كانت مرات خوها خوها فاس، خو عبد السلام مراته كانت خدامة أو سيرفيس دو محمد الخامس في القصر الملكي، الله يرحمه، في القصر الملكي ديال فاس. والعائلة ديالها دخلوا من فاس وطلعوا للرباط وخدموا في الكتابة ديال جلالة الملك محمد الخامس. محمد الخامس خدموا مع حسن دو الله يرحمه، وخدامين دابا مع جلالة الملك محمد السادس الله يطول في عمره، والله يبعد عليه شر هذيك المجرمة أسماء زروال ويبعد شرها علينا كلنا. الوغ باش تعرفوا خوتي بان حجة فتيحة راه هي عارفة اش تقول، وبان شي وحدين اللي تيجيو من الجهة ديال اسماء زروال العاهرة اسماء زروال وتكتبوا لنا في الكومنتيرات كذوب كذابين، هادوك حتالات، هادوك حتالات تيجيو من
المستنقع ديال أسماء زروال. بحال دابا اليوم صامدي تتبيع فيهم وتشري فيهم في لوطيلات، ومني تيقبطوا 1000 درهم ويخرجوا من عند الكليان تيجيونا حنايا للقناه يقولوا لنا كذابين كذوب، ولا يقولوا ردوا بالكم راه هادشي ماشي صحيح. هادوك غير يمشيو يتكمشوا، ما عندنا ما نديروا بهم، لان حنايا هادوك هما اللي تنحاربهم في لا جوستيس في القانون. هادوك هما اللي حنا ما بغيناهمش، هادوك هما اللي ما عندنا ما نديروا بهم، هادوك هما اللي خرجوا على المغاربه، هادوك هما اللي تيجسوا على المغاربه الحرين البريئين، هادوك هما اللي تياخذوا الديور ديال المغاربه الحرين البريئين. حيت هي أسماء زروال ملي تاخذ شي وحده دارها راه ماشي باش تسكن فيها هي، لا باش تعطيها بحال هادوك، باش تسكن فيها بحال هادوك. ملي تيتبعوكم شي واحد في الزنقه يتجسس عليكم باش يوصل الاخبارات لحسن زروال، راه هادوك اللي تيجيونا للقناه يقولوا كذوب، هادوك هما اللي تيتبعوكم، فهمتوا؟ هادوك اللي تيكونوا في المعتقل هما بريئين ما دايرين والو، شكون اللي تيتكرفص عليهم؟ هادوك اللي تشوفهم تيجيو عندنا القناه تيسبونا وتيحاولوا يغسلوا لكم مخاخكم، ولكن نتوما راه ماشي لعبه غادي يلعبوا بها. المهم اخوتي دابا هذه كانت المقدمه، باش هادوك الحتالات اللي جايين للقناه عندنا وجايين عند أسماء زروال غير يخرجوا، ما بغيناهمش. حيت حنا ماشي جايين باش نديروا الفلوس في هذه القناه، حنا جايين نفضحوا أسماء زروال، وبالدليل ان الدليل بان حنا ما جايينش نديروا الفلوس هنا في هذه القناه، لان حنا دايرين لاختيكل من 2010 وراه موجود وراه لقاوه الناس وراه خلاوها في الكومونتيرات هنايا في الفيديوهات كلهم، كاين في شاك فيديو كاينين دي كومونتير اللي تيقولوا فيهم بان لقاو هذاك لاختيكل. حنا خوتنا جينا اليوتيوب ماشي تنقلبوا على الفلوس، انا راه تندير التجاره، راه ما محتاجاش فلوس اليوتيوب. وباش نقول لكم اخوتي هذوك اللي تيقولوا تيديروا فلوس في اليوتيوب الله اعلم، ممكن بالاشهارات، الا داروا الاشهارات باش تديروا فلوس، اما انا ما شفت شي في الحقيقه، نقول لكم ما شفت شي، ما شفتش على ما حال. هادشي اللي جايين تيقولوا لنا باغيين نديروا الفلوس، ولو كان بغينا نديروا الفلوس لو كان في 2010 ملي درنا هذاك الارتيكل، لو كان راه نزلنا هذاك الشيء اللي في هذاك الارتيكل في اليوتيوب في 2010 لو كان راه حنا شرينا 10 ديال الديور. علاش؟ لان من 2010 ل 2022 12 عام، هذه فلوس ديال 12 عام تشري جوج ديور، فهمتوني اخوتي؟ فلوس ديال 12 عام في اليوتيوب اه، اما جوج دريال ديال شهر ولا شهرين راه ماشي هذيك الشيء اللي تنجريو من مورا حنا، ما تيهمناش. حنا بعدا باش تعرفوا هذه القضيه، حنايا جينا اليوتيوب لان عينو منغوتو في الجرائد، عينو منغوتو في الصحافه، راه لاختيكل مازال كاين من 2010، حتى واحد ما بغى يتفرج فيه، حتى واحد ما بغى يسمعو، حتى واحد ما بغى يديها فيه، حتى واحد ما بغى يقبض أسماء زروال، هذاك علاش جينا اليوتيوب، فهمتوا؟ هذاك علاش. ولو تتعرفوا شي قناه اخرى، ماشي قناه، شي بحال سوشيال ميديا وحده اخرى من غير فيسبوك وانستغرام، هذوك حنا ما عندناش معاهم، الا كاين شي حاجه اخرى توريوها لينا حتى هي نمشيو نغوتوا فيها، واخا ما يكونش فيها كاع الفلوس ما كاين مشكل. حنا دابا باغيين نوصلوا الميساج للمغاربه، لان حنا حتى هذا اليوتيوب هذا اللي راه حنا تبا تنزلوا فيه لي فيديو اخوتنا، راه المغاربه، راه المغرب شحال فيها الحاجه من مليون، 20 مليون، 40 مليون، 50 مليون، 60 مليون، ما عرفتش شحال، 35 مليون، 35 مليون اخوتنا المغاربه، راه 35 مليون راه تيتفرجوا في لي فيديو غير 10000، 11000، 12000، راه قليلين الفيديوهات اللي وصلوا ل 100000. واش عباد الله المغاربه كلهم غير 100000؟ راه حنا بغينا نوصلوا الصوت ديالنا للمغاربه كلهم. الا كاين شي حاجه اخرى واخا ما فيهاش الفلوس في السوشيال ميديا اللي غادي توصل اكثر من اليوتيوب، وريوها لينا، راه ما عندناش حنايا مشكل، واخا ما يكونش فيها الفلوس خا تكون فابور غنمشيو نهضروا فيها. المهم دابا خوتنا غادي نقول لكم على بنت الجنرال المنصوري. ها شنو قالت عليها أسماء زروال مني تزوجات، دارت العرس بنيتها الله يعمرها دار بحال ميمسها بحال بيا، متربيه ومتخلقه وقاريه وبخير عليهم وزعما ما شاء الله. البنيته مني تزوجات، تزوجات بولد عم الملك، ولد عم محمد السادس، وداروا العرس وحضر في العرس ديالها جلالة الملك،
محمد السادس. اشنو قالت اسماء زروال؟ اشنو قالت اسماء زروال؟ قالت بان شتي محمد السادس راه مشى للعرس غير على ود ولد عمو، راكو ما كانش ولد عمو خداها ما يديرش رجليه في العرس. لعنه الله عليك يا اسماء زروال، لعنه الله عليك يا اسماء زروال. وهما كانوا هابطين في الدروج، الا تعقلي يا اسماء زروال، وهابطين في الدروج هي وياه، بنت المنصوري هابطه هي وراجلها في العرس في الدروج، والحاجه امها لتحت، واختها واخت امها لتحت، والقصر كله كان لتحت، وشكون قدامهم هبطهم في الدروج؟ محمد السادس هو اللي هبطهم في الدروج، بحال راها بنتو، دار بحال راها بنتو، تصرف معاها بحال بنتو اللي تتعرس، لان حسن دو وصح، الله يرحمه وصح عليها، الله يرحمه، هو اللي سمى بنت الجنرال المنصوري، هو اللي اختار لها الاسم وسماها بالاسم اللي هو عجبو، وقال هذا الاسم هذا هو اللي غيكون سميتها. وسمعتي اسماء زروال ولا لا؟ اللي غادية تقولي بان راه محمد السادس حضر العرس غير على ود ولد عمو، شوفي اسماء زروال وانتي عارفه بان بان الحسن دو الله يرحمه هو اللي سماها، وعارفه بان محمد السادس مشى للعرس على اجلهم بجوج، تتفهمي ولا ما تتفهميش؟ يا المحساده يا الكذابه يا اسماء زروال الكذابه، فهمتي؟ وانتي عارفه بان لو كان تزوجات بواحد اخر براجل اخر كان غادي يمشي للعرس ديالها وكان غيهبطها في الدروج، لان با اللي سماها وصح عليها، فهمتي يا اسماء زروال يا المحساده يا اللي حستيها؟ حيت محمد السادس هو اللي فرح لهذاك العرس وقال لهم انا جاي وانا اللي غنهبطها في الدروج، والقصر كله كان عندهم في الفيلا، هذيك الفيلا اللي داروا فيها العرس، وفهمتي يا اسماء زروال يا الكذابه يا المحسده؟ ما تقوليش بان راه مشى غير على ولد عمو، راه مشى عليهم بجوج وفرح لهم بجوج، وحضر في العرس وفرح، كانت الفرحه ديالو كبيره، وجلس ماشي غير دخل وخرج، جلس، وكانوا العيالات ديال القصر اللي خدامين في القصر كلهم فرحانين لها وكلهم حضروا في العرس ديالها، وجلس وفرح ودار معاهم هذا الاحتفال، وكان فرحان يا المحسادة يا المكروهة، وجيتي وجاك الحسد والسم وبقيتي حالفة في باها الجنرال المنصوري وقارية فيه حسيفة، علما أن أمها هي اللي دخلتك القصر، وهي اللي خدماتك، وهي اللي طلعتك، وهي اللي وصلاتك، وانتي الحسد والسم والكره اللي فيك يا اسماء زروال، بقات فيك داك الحسد وبقى في قلبك، بقى في داك الغليل ديال الكره والحسد ولا ان، حتى لقيتي الفرصه لباها وطيشتيه، وشنو درتي؟ عينتي حتى جات الكورونا، بقيتي تتقلبي على لوكازيون وما لقيتيش كيفاش ديري ليه، ومني جات الكورونا صفتي اللي دخل للبيرو كان محمد السادس جالس، وصفتي اللي دخل لعنده بقى يبكي ويشهق، يا سيدي يا سيدي راه مالين، راه مالين الجيش الملكي راهم ماتوا بالكورونا. قال له معلاش كيفاش ياك لاباس؟ قالوا له راه الجنرال هو اللي السبب، بقاو يبكيو عليه. قال لهم واه كيفاش هادشي؟ هو ما جراش عليه اسماء زروال، هو قال لي يمشي يرتاح، مشي يرتاح، ما كاين مشكل، يمشي يرتاح، كان تيبغيه، قال لهم يمشي يرتاح، ما قال لهمش قولوا ليه ديغاج، قال لهم يمشي يرتاح. جيتي انت يا المكروهة يا الكذابة يا الكهانة يا أسماء زروال، كنتي داكشي اللي تتسني، انت عيطتي للصحافة المغرب والصحافة الخارج والصحافة العالم كله، قلتي لهم كتبوا جنرال منصوري ليموجي، يا
ياك اسمه زروال، نسيتي شكون اللي دخلك القصر؟ نسيتي شكون اللي وصلك؟ نسيتي شكون اللي عطاك البلاصه باش تخدمي في القصر؟ نسيتي شكون اللي دارك في الاداره القصر؟ ها نسيتي ولا لا يا نكارت الخير؟ ايوا بالمهدي خدم لك تويو عن طريق بشرى بنتو باش وصلك عند مرات الجنرال، وقتلتيه وميمون المنصوري هو مراته، انت شتي اش درتي ليهم؟ وانتي اشنو درتي؟ غنقول لكم اخوتي اشنو درت. تتقول للناس بانها هي الملك، وهذوك اللي دايرين بالملك تتقول لهم بانها هي الملك، وتيشوفوا بانهم تيسموا الملك وما كاينش اللي يقدر يهدر، لان اسماء زروال بلا ما نقول لكم اش تدير، راه تصفي الناس بحال تصفي دبانه بفليتوكس، فهمتوا؟ وخواتات وخوتي اش دارت فيهم؟ دارت فيهم كارثه عظمى لا مثيل لها. بنت لاله مريم راه هي اللي طلقتها، راه الحجاب اللي نزل ما بين الصومية وما بين المطلة، ولالة سكينة راه طلقت هي وراجلها، ما داروا لا صداع لا نوضوا لا دابزوا لا تقاتلوا لا والو، لان تيبغيها راه طلقوا وهما تيبكيو وتيبكي عليها مازال، راه السحر اللي دخل بيناتهم اخوتي. بحال اللي قال سيدنا مع امراه مع لاله أملا سليمة، مع لاله سلمى بحال اللي دار سيدنا مع لاله سلمى، وفهمتي واخوتي؟ راش غنقول لكم؟ وجميع العائلات هكا تدير لهم. ودابا خوتي غادي نقول لكم راها تتوكل لاله حسنه، راها تتوكلها المصيبه الكحله وراها نفخات ليها وجهها، راها هلكتها في صحتها، وراها تتوكل حتى لاله مريم، فهمتوا اخوتي؟ راه هادشي اللي دايره. حاجه اخرى اخوتي، راه الملك راه صحته في يد اسماء زروال، راه يمكن لها تصفيه في اي وقت بغات، بحال اللي مرضاتو بالقلب. وحاجه اخرى اخوتي، راه في الارتيكل ديال 2010 اللي درناه نزلناه، راه بلا ما نقولوا شي ديتاي، راه هادشي ديال السم وديال غتمرضوا بالقلب، راه هادشي كانت هي مبلانياه في 99، قبل من 99 هي قتلات محمد بن المهدي راجل الحاجه فاتحه، قتلاتو في 99 في رمضان 99. غادي نقول لكم على لاله امينه. لاله امينه شكون اللي هلكها في صحتها؟ هي اسماء زروال. شكون اللي كان تيعطي الخبارات ديال لاله امينه لاسماء زروال؟ هو محمد بن المهدي ملي كان حي. غنقول لكم كان تيمشي محمد بن المهدي هو بشرى بنت الحاجه فاتحه، كانوا تيمشيو المحل فين عندها لاله امينه، كانت تتربي الكلاب لي بينشور، وكانت تتربي العودان. هذوك لي بينشور الثمن ديالهم باهض، منين جابتهم؟ جابتهم من انجليز، لان لي نوبل الشرفاء ديال انجليز تيربيو عندهم ليلفاج ديال لي بينشور. هاد لي بينشور تيجيو من انجليز وعزيزين عليهم، هاد لي بينشور زوينين، هاد الكلاب زوينين. راه هو الكلب اللي راه عند بنت الحاجه في التصويره، راه دايره واحد لا فيديو في هاد القناه هادي ديال مامون بيبي، راه دايره صوره ابناتي بنتها البكره، راه هذاك الكليب هذاك عطاتو لمحمد بن المهدي، عطاتو له لاله امينه هداتو له. هادوك الكليبات هادوك الكلاب زويونين صغار، كاينين اللي تيكبروا فيهم وكاين اللي ما تيكبروش، دي بينشور. كاينين لي بينشور مينياتور صغار بحال هذاك اللي شفتو في التصويره مع بنت الحاجه فاتحه، راه فيها في العنوان الفيديو صوره ابناتي، وكاينين اللي فيهم كبار. المهم هادوك الكلاب باهضين الثمن، ملي كان تيمشي محمد بن المهدي لتما كانت يدي بشرى، وكانت تطلع العودان ديال لاله امينه. لاله امينه الله يرحمها كانت تخلي الناس اللي معروفين في المخزن اللي زعما السمعه ديالهم مزيانه يدخلوا لعندها تما، كانت تسمح لهم يدخلوا لعندها، كانوا تيدوزوا للتشيك بوينت عندها
سميتو الكونترول ديال السيكوريتي عندها قبل ما يدخلوا، تيدوزوا داك تشيك بوينت وتيدخلوا وتيجيبوا الوليدات ديالهم. وكانت بشرى تتبغي الخيل وكانوا تيديروا لها السرج باش تطلع للعود، وكانوا سيساريوها تيخليوها تلعب على العود وتيعلموها تمشي دير داكشي ديال العود، داكشي اكستر، لان لالا امينه كانت عزيز عليها الله يرحمها داكشي ديال اكستر العودان، وكانت تتشجع ولاد الشعب على باش يطلعوا للعودان، وتتخلي لي شي واحد الفئه ديال الناس اللي هما معروفين يجيبوا وليداتهم ويطلعوا على العودان ديالها. هي هذيك كان محمد بن المهدي السمعه ديالو كانت مزيانه في الوزاره، كان معروف فيت شاف دو بيغو دو ريكروتمون في السبعينات في لا تريزوري جينيرال في الخزينه العامه للمملكه، وخدام في الماليه مفتش في الماليه كان معروف. دخل لعندها وشاف هذاك اللي عندها في واحد المحل ماشي في دارها ولكن عندها على برا واحد المحل ديال ليلفاج ديال هذوك الكلاب. دخل مشى تيشوف ما تيعطيوش، قال لهم راه هاد الكلاب هادو راه غزلان عجبوني راه حمقوني. قالوا هاد الكلاب راه ما تنبيعوهمش، هادو ليلفاج، هادو تنكبروهم تيولدوا وعندهم الطبيب وهداك الشيء، وما تنعطيوهم الا الاسر اللي غادي يتهلاو فيهم وبالاذن ديال لالا امينه، ما تنجح ماشي حنا. هي هذيك طلبوا منها الاذن، واش تلاقات بمحمد بن المهدي شافتو قال لها لالا انا راني عندي نربي ونتهلا فيه، وراه البنيته ديالي هي هادي، وقدم لها بشرى وراه تدير العودان عندك وهذا وهذا وداك الشيء. هي هذيك قالت له واخا ما كاين مشكل، خذ الكليب اللي بغيتي وتهلا فيه وتدير لو سويفي، تيقلبوا عليهم وتيبغيو يعرفوا فين عايشين واش واكلين بخير وعلى خير. لو سويفي تيديروا عن طريق الفيتيرينير، تيمشي دائما للفيتيرينير ديال القصر تيديه له مره في السكان لي فاكسان كلهم ديال هذاك الكليب ديغر الله يرحمه، حتى هو راه مات عاش اكثر من 18 عام من بعد، بقى مع البنت الحاجه فاتحه البكرة. هي هذيك ملي مات محمد بن المهدي كان عند بشرى، ومن بعد بشرى فرنسا مني تلاقات باختها قالت لها كي الكلب راني ما قدرتش، قالت لها راه تيتكرفصوا عليه، راه قالت لها المافيا اسما زروال ضربوه، قالت لها اري اختي نديه وداتو. جا محمد بن المهدي دا الكليب للدار فرحان به هو وبنته بشرى. ايوا مني تيمشي عند هذيك المجرمه اسما زروال الدار اللي كان كاري لها في زنقه المحمديه، دا الكليب معاه قالت له شنو هذا منين جبتي هذا؟ كلا راه من لي الفاج ديال لي بينشيغ اللي كاينين عند لالا امينه. قالت له كيفاش؟ قالت له الكلب راه غالي هذا. قالت له دابا من هذوك اللي ما تيكبروش، داك البينشيغ اللي ما تيكبرش. مشات هي سقسات عليه قالوا لها هذاك راه الثمن ديالو باهظ وما تيطلقاش، تيجيو من انجليز. قالت له ياه. قالت له شنو شريتيه؟ قالت له لا عطاوه، قال لها لا عطاوه لي. قالت له ياي. قلت له الساعه تما راه كاينه الفلوس كاين. قالت له ميمي عندها في داك لي الفاج؟ قال لها هي راه كاينين العودان دو بيغسون اغاب وكل شيء. قلت له ياه. قلت له الساعه داك لو بيغسون اغاب؟ قلت له راه يتباع بالتوامن، وهذوك الكلاب يتباعوا بالتوامن. هاي هاي. قلت له قال شنو شنو دابا شنو زعما شنو تا هذوك درتي فيهم عينيك ولا؟ ايوا خوتي مني دخلت القصر وسطالات ودقات الوتاد اش غنقول لكم؟ بحال اللي تتبيع الزرابي ديال القصر، وبحال اللي باعت الماكن ديال الاميره لالا مريم اللي سرقت لها، وبحال اللي باعت الماكن والمجوهرات ديال الملك محمد السادس اللي سرقت ليه اسما زروال. وبحال هكاك اخوتي دابا هي اللي تتبيع لي بينشيغ وتتبيع العودان دو بيغسون اغاب، ايوا تدير الفلوس كما قالت لمحمد بن المهدي ملي كان حي. قالت له هذوك راه قالت له فيهم الفلوس، قالت له هذيك غير قاصه قالت له تربي فيهم صافي. قالت له واه، قالت له هذوك راه الفلوس هذيك، هذوك راه يندار فيهم الفلوس هذاك الشيء.
ايوا اخوتي راكم عارفين اسماء زروال من تتحط من تتعول على شي واحد وتتقول لهم يحطوا ليه الوليمه راكم عرفتوا واش دير ليه فيها ولا اش دير ليها ولا اش دارت ليها والفهم يفهم مسكين فهمتوني اخوتي تتمرضهم وتتقول انا ومساكن سنين ومنين ووصل وقتهم يو راكك راه تدير دابا محمد السادس هي تتمرض فيه وتطيح فيه وينوض طيح نوض طيح نوض حتى من بعد تقول مسكين راه انا ايوا الهلي يكمل عليها الهلي يكمل عليها حتى توصل تقول عليه كما تتقول دابا على لالا امينه الهلي يكمل عليها والله ياخذ فيها الحق ايوا اش غنقول لكم اخوتي بغيت نوصيكم واحد الحاجه راني شفت في الكومونتيرات انا والحاجه راه واحد السيد راه قال لنا بانه راه كتب البران القصر دابا تنوجه الكلمه لهذاك السيد اللي خلى في الكومونتير راه الله يرحم لك الوالدين ما غنقولش سميتك راه عرفتيني تنهضر عليك الا ما صبر صبر راه اسماء زروال راه قربت تقبض عندك دير شي 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 حاجه في راسك الروح عزيزه عند الله الله خلقك في هذه الدنيا وخلقنا باش يكون ندوزوا الحلوه والمره وان بعد العسر يسرى عندك اخويا تمشي دير في راسك شي حاجه راني قريت الكومونتير ديالك شوف راس مزروار قربت تقبط واصبر صبر راه الحق ديالك غادي يبان بحال الحق ديالنا والحق جميع المغاربه راه ما انتش بوحدك اللي مظلوم راه المغاربه كل اللي غادير ملي تصلي طلع في الليل مع جوه جوج الليل ولا ثلاثه الصبح الفجر الفجر الله يعطيك الصبر داك الساعه شوف في السماء وهز كفوفك الله الا عندك شي سطح طلع له وصلي فيه عندك شي بالكون جلس فيه واطلب الله وراه ربي ويا زيتي عينك السماء راه غيبان لك العلامات اللي ما عمرهم بانوا حتى شي واحد الا بقيتي دائما وليدي تطلب الله وغادي ياخذ فيها الحق وما دير حتى حاجه في راسك راه ربي غياخذ حقك وحقنا وحق جميع المغاربه وانت سمعت يا خويا رحنا معاك رحنا معاك رحنا معاك ما انتش بوحدك ما انتش بوحدك ولا درتي القناه كما قلتي باش تفضح فيها الظلم رحنا ندعموك رحنا نحطوا لك لي فيديو ديالك عندنا ما كاين مشكل باش تعاود فيها على الظلم اللي وقع لك الله يحفظك وما تخافش الله يحفظك الله يحفظك وخوتي الله يرحم لكم الوالدين عندك وتخرجوا ديروا شي مظاهرات على هذا الشيء راه غادي تهلككم بالعصا ودخلكم من السجون وما تحومكم تشوفوا الضوء دابا نتوما مازال راكم حرين تتهضروا الا بغيتوا تقولوا شي حاجه تتقولوها في السوشيال ميديا كما حنايا تنغوتوا دابا السوشيال ميديا ولكن راه الا خرجتوا راه غادي تعتقلكم وغتشد عليكم وغتكرفص عليكم وغادي داك الصوت ديالكم غادي هي تدفنوا ما يمكنلكمش باقي تهضروا ها نتوما تتشوفوا الصحافه اش دارت فيها هذوك اللي في الصحافه دخلاتهم الحباسات ها نتوما تتشوفوا الوزاره دخلاتهم الحباسات ما هادرين ما مكلمين غير باش تاخذ لهم اموالهم وديارهم وشتات لهم ولادهم ونزيد لكم قضيه واحد المراه هي وراجلها في الريستورا في الكافي في الكافي جالسين تياكلوا عرفتي جا واحد ديالها تيصورهم قال ناض الراجل وبدا تيصور فيهم ما عرفتيش علاش صورهم باش غادي يتباع الراجل ويشتت المراه خرجها من دارها وياخذوا الراجل لمراته هادشي تيديروه بالفوق يا الشيخو هادشي في الرباط اللي تنعاود لكم يا خوتي حضروا راسكم هادشي اللي طلبوا طلبوا الله وحضروا راسكم والله يحفظكم جميعا وهادشي اللي كاين دابا الله يرحم لكم الوالدين الا بغيتوا ديروا هاشتاغ فيسبوك ديروه ولكن الا عرفت شكون راها غتقلب عليكم واحد واحد انا قلتها لكم حنا راه تتهمنا المصلحه ديالكم والامان ديالكم اكثر ملي اكثر من راسنا حنا نقولوها لكم حنايا مزيان ان الا درتوا هاشتاغ
هي، ولكن الا كان على حساب باش نتوما تعتقلوا، لا لا ما تعطيولهاش الفم دمكم وروحكم، وهي هذاك الشيء اللي تتسنى. باش غنقول لكم الحل، الحل الواحد هو البارطاج، البارطاج على اوسع حد. صافي هذا البارطاج، البارطاج فيسبوك في انستغرام في سناب شات في انا ما تنعرفهمش كلهم هذوك مواقع التواصل في المهم في تيقولوا حتى الواتساب تيديروا فيه البارطاج. المهم البارطاج هذا هو الحل، هذا هو الحل البارطاج. اما باش تمشيو تحاولوا تاتاكيوها بواحد الشكل بحال تخرجوا وتقولوا او ديروا شي هاشتاغ اللي غتعرفكم شكون نتوما، ما ديروش الحاجه كلها اللي غادي تعرفكم بها، ما ديروهاش لانها راها مجرمه. وهادشي اللي غنقول لكم اخوتنا، حنايا راه السلامه ديالكم راها اهم من حنايا نريزوليو لي بروبليم ديالنا، راه كلشي في يد الله، والوقت اللي غيبغيها الله تعتقل راه غادي تعتقل ان شاء الله. والله يرحم لكم الوالدين، دخلوا عند ديك السيده سميتها ام امرأة وقيلة بألف رجل، المهم راها الأم ديال محمد رضا اللي كان بطل عالمي، راه معتقل وهي راه تعتقلت 3 شهور. دخلوا عندها القناة، راها مسكينة، راها 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 ما راها الحالة ديالها المادية من مور ما وقعت في هاد المشاكل، راه الله يحسن العوان، غير فلوس المحامي راه تترويني، ها فلوس المحامي راه تتهلك، شحال واحد قدو ما يجبد من جيبو. دخلوا عندها القناة وشوفوا لي فيديو ديالها ودعموها مسكينة. الله يحفظكم. راني غندير لك